انه يتقال لك بيب جوارديولا. اصل فاكر لو تفتكر اول ما راح البريمير ليج قال لك نهايه بيب جوارديولا، مستحيل ينجح في البريمير ليج. واحد جاي بعقليه لا ليجا وجاي بعقليه اللمسيه وان هو الراجل تكوينه كده، لعب في روما، لعب في اكتر من نادي غير برشلونه، لكن في النهايه انت بتتكلم على واحد هي دي تكوينه الفكري والتدريبي كله برشلونه، شبه برشلونه، نجاحاته في الدنيا قبل ما ينقل برشلونه. فلما تيجي تتكلم ان هو بينقل البريمير ليج دي خطوه اصعب بكتير من ان هو زي ما كنت بتتكلم يروح ريال مدريد. اصعب بكتير ان هو ينقل من مدرسه الليجا وطريقه لعب برشلونه واللمسيه والاسلوب اللي بالمناسبه غيره. هو فضل البصمه بتاعه طريقه لعب برشلونه، البساطه الكتير، السيطره، الاستحواذ، هو لكن التكنيك والطريقه غيروا 100 مره وغيروا باكتر من طريقه لما راح البريمير ليج. مليون في الميه كان لازم محتاج سيزن عشان ينقل الفكر ده، ينقله في البريمير ليج مع لعيبته، وعمال بيغير في لعيبه طول الوقت، عم بيعمل عمليه التنقيح وهو ماشي مع السيتي. لكن في النهايه جوارديولا ما راحش مكانه ما نجحش. هو انا لما اتكلم على المدير الفني ما راحش مكانه ما نجحش عفوا في مدارس تدريبيه مختلفه، بتكلم على اسبانيا، المانيا، انجلترا، والراجل بينجح في كل الاوقات. يبقى انا عندي ثقه في الراجل ده اكتر من المكان اللي هو رايحه بليون في الميه، لانه فلسفته في الاخر بتكسب. الفلسفه دي بقى كانت شكلها حلو، كانت شبه النادي، مش شبه النادي، ما هو الفرق وطريقه اللعب للفرق اللي ماسكها جوارديولا مع باير مش شبه برشلونه تاني، في فينجر برينت واضح في الفريم من بره، لكن التفاصيل جوه لا مختلفه طبعا. بايرن ميونخ حاجه، برشلونه حاجه، السيتي النهارده حاجه، السيتي اول ما جه جوارديولا كان حاجه، السيتي الموسم اللي فات كان حاجه، والموسم ده كان حاجه. وبالمناسبه الفاينل لما خسروا من تشيلسي ما كانش موفق، ما كانش تأليف، هو كان عدم توفيق. الناس تبقى ترجع تاني تتفرج، جماهير ريال مدريد بالذات ترجع تتفرج على ذهاب واياب النسخه الماضيه، ماتش السيتي صح، ذهاب اياب الماتشين بمنتهى البساطه السيتي يكسب، بمنتهى البساطه السيتي يكسب. كورتوا هو كان رجل البطوله اللي فاتت، بنزيما كان عامل كسر الدنيا، مودريتش كسر الدنيا، لكن في النهايه بدون كورتوا ريال مدريد ما كانش راح في اي حته، لا قدام البي اس جي ولا قدام السيتي، لكن قدام السيتي ولا قدام ليفربول، ده شال قدام ليفربول ولا قدام ليفربول، عقد صلاح عمل كل حاجه. فكورتوا هو اللي خلى الناس تروح لفكره اصله ما كسبش دوري الابطال. ما هو التوفيق ده موجود في الكوره، ممكن تعمل كل حاجه في الكوره وما توصلش في الاخر. فانا شايف انه حتى لما فشل انه ياخد دوري الابطال سواء في الفاينل قدام تشيلسي او حتى في النسخه اللي فاتت قدام ريال مدريد، هو كان الطرف الافضل وكل افكاره في الملعب اتنفذت، لكن في النهايه التوفيق ده دي حاجه بيد ربنا. ممكن تعمل كل حاجه في الكوره. النهارده كورتوا شايل واحده انا بالنسبه لي مستحيله، الكره الكره بتاعت هالاند مستحيله عكس رجله، لان الناس لو قعدت تبص هو ابتدى ياخد خطوه اولى خطوه ثانيه بالشمال وراح راجع ثاني يمين، صعبه جدا الريفلكس انه يرجع يشيلها كده، كان موفق فيها جدا وهو حارس كبير، انا بشوف الحارس الافضل في العالم يعني. لكن في النهايه النهارده لولا كورتوا في كورتين بتوع هالاند الراسيه والكره على الاقل دول يعني، لا الماتش كان ممكن يفتح 6-7 النهارده بمنتهى البساطه يعني. فلما واحد بيلعب ريال مدريد بشخصيه ريال مدريد وينزل بالراحه بمنتهى البساطه ممكن يكسب 6-7 النهارده، ما ينفعش تاني انا بالنسبه لي، ما ينفعش احطه في مقارنه مع اي حد. جوارديولا خارج المقارنه يعني.